مهدي الطريق محمد بالقائد عن شيخه المبري در كنوزه فاغنم لآلئه وجد وجاهدي والله قصدك والرسول وسيلة وخطاك خلف محمد بالقائد. ما تجاوزنا هذه الإرهاصات التي واكبت ميلاده وعاصرته إلى أن بعث، وصببنا مقاييسنا على ما جاء به عن ربه، نجد أن ليس المسلمين فقط هم الذين فتنوا به، حتى الذين لم يؤمنوا به كرسول استعظموا ذلك الأثر الذي جاء به رسول الله بمقاييس البشر، فقالوا كلاما هو عين ما قاله المتصوفة، عين ما قال المتصوفة. يعني لما يجي البصير يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت، قل فيه كما تحب إلا الألوهية. الألوهية هذا هو كلامه، يعني أعطي رسول الله من الكمال ما أحببت، ومن الشرف ومن الرفعة ومن الجاه ومن علو القدر والمنزلة إلا الألوهية ما ادعته النصارى في نبيهم أنه إله أو ابن إله. بس اترك هذه ثم ضع ما شئت من الخلال للرسول، هذا ما قاله البصيري. قمة التصوف قاله لا مرتين. مرتين شعرف رسول قال ايه؟ محمد كلمة موجزة والله، محمد اقل من اله واعظم من انسان، هي هي محمد اقل من اله وأعظم من إنسان، هذا هو ما قالت المصطفى. أخذها من أي؟ بالكشف، بالإشراقية، بالنور، ولكنه بالتكييم المادي لما جاء به رسول الله. قيم اللي جه به ده، وقاسوا على عقول البشر، وقاسوا على عقول البشر، فوجد إن مش ممكن عقل بشري يجيب مثل هذا الكلام أبدا. فلما قوموا هذا التقييم قال لا دي مسألة مش بشر، ما يبقى ايه ده؟ يعني عايز يقول اله؟ قال لا بأس، اقل من اله بس اعظم من انسان. معنى اقل من اله واعظم من انسان ايه؟ هو ما دار حوله المتصوفة، وهذا لم يؤمن به كرسول، لم يؤمن به كرسول. وغيره برنارد شو مثلا، مثلا غوته، مثلا الالمان سيزيل بتاع الحقوق بتاع فرنسا، رينان فيلسوف، ادوارد كيو الانجليزي، بودلي، اربسون، بولوز، وليام، كل دول مستشرقين كلهم، الا انهم بهروا بما جاء به رسول الله. قد نقول اننا منفعلون عاطفيا لحبنا لرسول الله، هؤلاء لا يحبونه وانما يحترمونه. في فرق بين الحب والاحترام، الاحترام له حيثيات، لماذا احترمته؟ انما الحب يمكن ما لهش حيثيات، لكن انا محب لحضرة النبي وبعد ذلك ارتفع به في مستوى، ما لا يا سيدي، اللي ما امنوش به رفعوه بالمستوى المادي، المقاييس المادية. اذا فالذين ينكرون الغيب لرسول الله من منزلته من الله غيبا هم الذين لم ينفعلوا بالمشهد من رسول الله. لو انفعلوا بالمشهد من رسول الله المحس ما جاء به ودرسوه وقارنوه كده، كان يجب أن يقولوا إن ده لازم يكون له منزلة تانية خالص فوق، ولازم الوجود ده يحتفي به أكتر من هذا. إلا أنهم لم ينفعلوا بالمشهد، لم ينفعلوا بالمحس، فكيف يدركون ما غاب؟ فلو أنهم انفعلوا بالمحس لأدركوا ما غاب من منزلته صلى الله عليه وسلم. ودحنا ضربنا المثل بمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما قاله، يعني خلاصة ما قاله الصوفية، يعني خلاصة ما قاله الصوفية،
أقل من إله وأعظم من إنسان. إذا جئنا فنظرنا إلى مقاييس فيه صلى الله عليه وسلم نجد انقلبت فيه معايير الحكم، انقلبت فيه معايير الحكم، مما يدل على أنه فز الكون. حاجة تانية بمقاييس تانية خالص، الأميات في غيره نقص والأميات فيه كمال. لما نقول على واحد أمي نبقى ده نقص فيه، إنما هو أمي الكمال. لماذا؟ قال لك لأن معنى أمي منسوب إلى الأم، يعني أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أمي نسبة للأم، والتاني مش أمي، تناولته أيدي أخرى بعد ما طلع منه وأخذ من ثقافات الناس، مما سمع منه إن تكلموا، ومما قرأ لهم إن كتبوا. إذن فحصيلة ما عنده إنما جاءت من اجتماع ثقافات الغير. فالله يقول لا، هو أمي لم يأخذ من المجتمع ثقافة من الثقافات، ولذلك ما جاء به رباني ما عندوش ولا فكرة من فكر البشر. لأن من الجائز إن أي إنسان يجي يوم يقول لك على فكرة من الأفكار، تقول دي لقاح أفكار متعددة ونشأ من ثقافات ونشأ من كذا ونشأ من كذا ونشأ وتولدت عنده معاني جديدة. قال لك لا، ده أمي. أمي يعني إيه؟ يعني لم يقرأ ما كتبه الناس ولم يسمع ما قاله الناس، إنما غذي بلبان الله مباشرة، فما فيش أي حاجة عنده من صنعة البشر. هذه معنى كلمة أمي. كلمة أمي تبقى أمي ديا بترفعه في مقامه كرسول من الله، يعني أن كل اللي جايبه لنا رباني من الله، ما تأثرش أبدا بأحد من البشر، لا بثقافة البشر. ومن المحال أنك تبرئ إنسانا من ثقافة العصر الذي فيه ولو كان أميا. يعني اللي يعيش أمي في مثل هذا العصر سمع من هذا وسمع من هذا وسمع من هذا، وقيت مهلك إنما سكفش ثقافة خاصة، إنما مش محروم من الثقافة العامة. قال لك ولا هذه بدليل أنه نشأ أمة وحده في بيئة فيها كذا وليس فيه كذا، وفيها كذا وليس فيه كذا، وفيها كذا وليس فيه، مما يدل على أنه كان في صمم عن كل أوضار البيئة ولا عنده حاجة من هذه أبدا. ولذلك كده طهر انصب فيه وحي السماء، وليس فيه ما يناقض وحي السماء من صنعة البشر أبدا. أدي معنى كلمة الأمي. كلمة إيه؟ أمي. وبعد ذلك ننظر فيما جاء به، نجد أنه ناشئ في بيئة عصبية، بيئة عصبيات. قبائل العربية بالعصبية دي كانت عندها، يقوم هو يجي ضد العصبيات عشان يدير لك على أنه ما خدش حاجة من البيئة خالص. بيئة مفتونة بالخمر، ما يمين. بيئة مفتونة بالشرك، ما فيش فيه شرك. بيئة مفتونة بالكذب، ما فيش فيه كذب، ما فيش فيه كذب. بيئة مفتونة بالعصبية، ما عندوش عصبية، لا فضل العربي على عجمي ولا العربي إلا بالتقوى، اللي هي جاية منين؟ اللي هي جاية من الحق سبحانه وتعالى. نكرمكم من الله التقوى. نعم. يجي يقول لك صحيح هو ما عندوش عصبية. معنى العصبية اللي تنقط العصبيات التي تعين على الظلم، إنما كانت العصبية تعين على الحق، أكرم بها من عصبية، أكرم بها من عصبية. ولذلك هو كان في ملاحظ أخرى يجي يمجد في العرب لأنهم وعاء الوحي، وهم الحملة بتوع الرسالة اللي حينطلقوا بها في الدنيا، وهم اللي تحملوا بعد الرسول مهمة امتداد الرسالة. فإذا كان يشكك يهدمهم خالص، يبقى معناها أنه يعوق مهمتهم ويعوق رسالتهم. ولذلك يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختار واحدا عاديا، يختار سيدنا سلمان الفارسي. وكده عن غير سلمان الفارسي، وإذا قرأنا بقى التاريخ بعد كذا نجد أول العصبية قامت من فارس.
يوم يختار سلمان الفارسي من علامات النبوة. يقول له يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. يقول له وكيف أبغضك يا رسول الله وبك هدانا الله. أنا سمو هذه مهري. أنا أبغضك إزاي وبك هدانا الله؟ قال لا تبغض الغرب العرب فتبغضني. الله الله الله. أقول لك ده بيدعو العصبية تاني؟ لا ما هيش عصبية، لأنهم عارف إن دول هم اللي هيحملهم ومش هو اللي قال كده. لا هو بيتكلمش الكلام العادي عن الهوى، إنما ربنا قايله كده، أمر بالله هو اللي قايله كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول لهم أنتم ستتحملون مهمة نشر الإسلام في الكون، رسولي جاء ليربيكم، أنا ربيت محمد ومحمد جاء ليربيكم وأنتم جئتم لتربوا الدنيا. ثلاث مراحل، أنا أربي محمد ومحمد يربيكم وأنتم تربوا الدنيا، وده شرف كبير كونكم تبقوا نائبين عني في مهمة تربية الدنيا وتحملوا رسالة النور، شيء شرف كبير لكم خلفاء الله في الأرض. أنا مش بحملكم كده، أنا بديكم وسام شرف أمامها، صحيح محملكم أنت، وحيبقوا منكم الشهداء وحيبقوا منكم كذا وحيبقوا منكم كذا والمغتربين إلى آخره، إنما أنتوا هتاخدوا شرف، شرف محدش يناله. لماذا؟ قال لك لأن السماء كانت قديما لا تكلف رسولا ولا أتباع رسول بأنه يحارب خصومه، كان يبلغ الدعوة ولا يطالب الرسول بأنه هو وأمته أنه يقاتل، ولكن القوم حين يكفرون تتولى السماء تأديبهم، السماء هي اللي تتولى، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة، السماء هي اللي تتولى. يكفروا بنوح تيجي السفينة تأخذ المؤمنين وتغرق، تيجي الصيحة في ديارهم قاسمين، تيجي مش عارف إيه، إذا السماء هي اللي كانت تتولى. فحين يتولى العرب تأديب المخالفين المخارجين عن الله يبقوا تحملوا عن الله هذه الله، يبقى إذن لهم شرف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه لقد جاء لقد أنزلنا لكم إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم، فيه شرفكم اللي هيفضل طول العمر، أفلا تعقلون؟ إن كنت حتى أنا عايزين الجاه والدنيا يكسبوها، الجاه يكسبوها. وبعد ذلك يأتي للرسول عشان ما يبقاش الخطاب لدول لوحدهم، يقول له إيه؟ فاستمسك بالذي أوحينا إليك إنك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا الشرف، سوف تسألون ماذا صنعتم من أجله، الشرف والكرامة اللي أنا عملتها لكم في الدنيا دي هسألكم عنها يوم القيامة، لأن كل نعمة لازم تسألوا عنها، ماذا صنعتم من أجل هذا الذكر لكم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على إيه؟ صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، ولقومك وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا النعمة الكبيرة التي عملتها لك. إذن فالحق سبحانه والرسول عليه الصلاة والسلام نشأ في أمة عصبية، يجي يروح مقتل العصبية، سيدنا أبو ذر على جلالة قدره، سيدي أبو ذر على جلالة قدره هذا. وبعد ذلك يأتي لبلال فيعيره، يقول له يا ابن السوداء، يقول له أعصبية وأنا ما زلت بينكم، إنك امرؤ فيك جاهلية، ساعة ما تعيره تقول له يا ابن السوداء إنك امرؤ فيك جاهلية، جاهلي أبو ذر جلالة قدره. يوم أبو ذر يجيب بلال ويقول له أنا هحط كده عنق وجهي على الأرض كده، لازم تطأ بقدمك انت يا بلال، وما نحيش ما نحيش حتى تنحي، بده يوقد العصبية اللي في الباطل، انما عصبية عشان الحق، تبقى في عصبية للحق، تبقى في عصبية لنصرة الدين. اذا هو لم يمت العصبية وانما وجه العصبية كسائر طاقة، توجيه كسائر الطاقات، وجهها الوجهة السليمة اللي تحمد فيها.
بعد ذلك ننظر إلى ما جاء به من تشريعات، نجد التشريع الإنساني، العالم كله كان في متاعب، ليس العرب وحدهم، لأن العرب على كل حال كانت فيهم خصال كويسة وخصال ذميمة. ذميمة إلا أن كانت حياتهم الفطرية تخلي المسألة شوية الغارات وإلى آخر الكلام، لكن فسادات المدنيات المعاصرة اللي كانت موجودة في الفارس في الروم، لأن دي دول متحضرة، دول متحضرة والفساد فيها على قدر ما فيها من حضارة، والعالم كله تعبان. يوم يجي هذا الرسول للأمة العصبية دي وكيف تجتمع، عصبية كده كيف تجتمع، وكنتم على شفا أخوات من النار أنقذكم منها أنقذكم. وبعدين يقول ربنا اللي ألف لك بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. نعم، لأن الخلاف مش على فلوس، الخلاف على عصبيات في الدم وعلى نعرة كاذبة، وما دام على نعرة كاذبة دي ما تستطيعش انك انت تضع لها. لو كان الخلاف على مادة كان ممكن، ممكن. بعد ذلك يجمعها وبعد ذلك يسوس بها الدنيا، الدنيا تساس الدنيا. الإسلام اندفع بقوة الفاتحين المبشرين به، أدي حركة، وانجذب بقوة المظلومين والمضطهدين في البلاد المفتوحة. يعني في عمليتين، عملية اندفاع من المبشر وعملية جذب للمنقذ، اندفاع مقابل جذب للمنقذ، قولوا تعالى مش قابلية بس قد يقبل وهو في مكانه، ده يجذبه يجذبه كده لأنه مغناطيس، يجذبه. يبقى كان في قوتين اتنين، قوة من المبشرين الفاتحين وقوة الاثنين، يعني عاملين اثنين تغفرهم على ان الاسلام. ولذلك ده اللي بيذهب عجب الناس، اللي عجبوا كيف في نصف قرن يصنع هذا الاسلام هذه المسألة، مسألة مش عادية. ما عرفوش ان القوم الذين فتح الاسلام بلاده لو انهم كانوا مطمئنين الى الوان الحكم وإلى الطبقات وإلى 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 كانوا دافعوا عن النظام الموجود، إنما كونهم لم يدافعوا عن النظام الموجود اقتصرت المسألة على الله. واللي بيبقى مجند لأمر غيره غير المجند من عقيدته واندفاعه. فالإسلام اكتسح هذا هو الآن هذا الاكتساح. وبعد ذلك ننظر نجد مبادئ إنسانية صرفة، حين تأتي لا تجد للعرب ذكر في المبادئ، العرب لهم ذكر بس في نشر المبادئ، إنما عند الغير كده خلاص لا فضل لعربي على عجمي، مطرحك انت متوهو. الله، إذن الإسلام لو أنه جاء في بيئة ومتفاعل مع مطلوبات هذه البيئة كان إذا انتقل إلى بيئات أخرى، وخاصة إذا كانت بيئة حضرية، كان ما يستطيعش يجيب المبادئ اللي تناسب البيئة الحضرية. ما هو بعضه يقول لك ده محمد انفعل للبيئة التي عاش فيها، نقول له انفعل للبيئة اللي عاش فيها فآمن به العرب لانفعاله بالبيئة وبالآلام وبي 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 إلى آخره. فما الذي جعل الأقطار الأخرى؟ إيه اللي انفعل بما في الرومان ده؟ وإيه اللي انفعل بما في فارس؟ انفعل بإيه؟ وجاب المبادئ اللي هي قدر مشترك في مقاييس الخلق، قدر مشترك في مقاييس الخلق، عقول فتحها كانت مقفولة، ضمائر أعية الوعاظ والمرشدين، عدل دور الحكم كلها، تاجر تجارة احتكار، الأمين على شيء سارق، اللي في إيده شيء لغيره مرتشي، كل المسائل فاسدة، كل المسائل فاسدة. فجاء بالمبادئ اللي هي قدر مشترك في الأخلاق الإنسانية، وبعد ذلك مع هذه القوة لم يفرض رأيه بالقوة، برضو في إنسانية في الأسلوب، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.
مبادئ حلوة ومبادئ جميلة، ومع ذلك يقول والله أنتوا أحرار تقبلوها أو ما تقبلوهاش. ليه؟ قالك لأن الحق لو عايزها إخضاع مادي كان يقدر يخضعها مادي. ولذلك هناك في سورة الشعراء أقول إيه، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن كنت أنا عايز العنق أنا أجيبه، إنما أنا مش عايز عنق، أنا عايز قلوب، قلوب وضمائر، لأن العنق دي بيملك القالب، الدين عايزينه يملك القلب، لأن في مسائل بينك وبين الله، وهي المسائل اللي بينك وبين الله ولا يطلع عليها أحد، هي اللي بتسير أمورك كلها، ما هيش القوانين، وإلا فيستطيع الإنسان أن يحتال على القانون، وقصارى ما يريده القانون مني أن لا تقع عينه على مخالفة مني. أحتاط كالمجرمين اللي بيحتاطهم لجريمتهم، إنما أنا مش عايز أعماق، أنا مش عايز قالب، أنا عايز قلب، فأنا عايز الإيمان يبقى إيمان قلوب. ثم ما الذي يحوجنا إلى أن تكره؟ أفأنت تكره الناس؟ يكون مؤمنين. أنت تكرههم عشان يبقوا مؤمنين؟ لا، ما فيش إكراه، قد تبين الرشد من الغي. إذن ففيه ثقة من الحق فيما أنزل، أنه لو اتجهت العقول إليه لبينت الرشد من الغي. مسألة واضحة، مش عايزة إكراه. والذي يكرهك على مبدأ يرغمك عليه دليل على أن المبدأ غير مقبول عنده هو، لأنه لو معتقد يقول لك أنا طب هم ما يأمنوش بدي ليه، ما بيحبوهاش دي، ده كويسة، إنما لأنه عارف أنها لا تقبل أبدا يقول لك لازم أفرضها بالسيف، لأن ما فرضتهاش بالسيف. من اللي قال لك ما يقبلوهاش؟ لأنه هو جزئية من جزئيات الإنسان، يقول لك دي ما تتميرش، ده لازم أرغم عليها، ما كنتش أرغم عليها ما تميرش. يبقى ولذلك الحيثية لا إكراها في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وبعد ذلك مع هذا التاريخ استقرأ ان اللي كل قام بدعوة او قام ولو كانت دعوة اصلاحية زي ما بيدعي اراد ثمرتها لنفسه وخيرها لنفسه، وما شذ واحد عن ذلك في التاريخ كله. كل واحد قام بدعوة عايز خيرها يبقى له، وهو بقى اللي يبقى متحكم. وده جت الدعوة وجت خيرها وظل كما كان يعيش، ما تغير مش بدي صلى الله عليه وسلم، وقال مبدأ هو نحن معارشر الأنبياء لا نورس، ما تركناه صدقة حتى ولا حد ينتفع بأي حاجة، يحصير يأثر في جنبه، ما يوقيتش في بيته نار بالشهر، ما شبعش من خبز شعر. الله، يبقى امال عايز من الدقه دي ايه؟ من الدنيا دي عايز منها ايه؟ ده مش عايز ابدا اي حاجه. الفقر السامي، مش عايز منها اي حاجه. الله، يبقى عمل الهيصه دي كلها وعمل الانقلاب ده وعمل 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 كده كده، ومع ذلك ما عاد عليه شيء من اموري الحق. بنته تطحن تطحن لحد انها المزارع رضي الله تعالى عنه، ما تبعبش، ما يبقى ما زي يريده. يبقى اذا لازم هو عنده حاجه فوق هذا اسمى من هذا، فبده يعلم أمته حاجة أسمى من هذا. إذن فلما نجي ننظر إلى المبادئ التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نجدها مبادئ في قمة الإنسانية، ومبادئ ما فيهاش هوى، ومبادئ مفروضة بالطواعية وبالاختيار، مبادئ ما استفادش هو شيء منها. الله، يبقى إذن لا بد أن تكون هذه شذ في عالم الإصلاح كله. يعني لما تقارنها بأي عملية إصلاحية تجدها شذ في عالم الإصلاح. نعم، لأنه مبلغ عن الحق سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نظرنا إليه هذه النظرة الموضوعية في رسالته وفهمناها الفهم الصح وقارناها بغيرها، يترجح عندنا أنه يستحق أكثر مما يقال عنه. لكن الآفة أن أناسا يريدون أن يجعلوا غيبه هو الحكم أولا، نقول له لا، سيب الغيب ده، امسك مشهده،
ما تعرفه عنه وعن آثاره، وبعد ذلك بعد أن تنفعل به وتهضمه أنت نفسك تنتقل، ستصير إلى ما صرنا إليه، ولن تكون كمسلم أقل انفعالا لمقام الرسول ممن لم يؤمن به حينما قال محمد دون إله فوق بشر أقل من إله وأعظم من إنسان صلى الله وسلم عليه. بارك الله فيك، لا فضلك.